فراس زامل لاعب فريق نفط الجنوب، وهذا الهدف المميز اللي كان من اللاعب فراس في مرمى فريق السماوة. غالبا ما تكون الأهداف في مثل هكذا مباريات تكون لفريقين لربما متكافئين نوعا ما، تكون مميزة، صعب جدا أن يحرز هدف أو أن يؤخذ هدف مثل هكذا فرق متكافئة، ودائما ما تكون الأهداف في هذه المباريات مميزة. وأني حبيت الهدف، أنت شنو رأيك بيه؟ كلش حبيت هدف حلو ما شاء الله، دورينا نعم. مباريات جميلة وأهداف جميلة يا حنان. نعم. خلينا نبدي بالحديث عن الدوري مشاهدينا الأحبة. طبعا الدوري بدأ يوم الخميس بلقاء هدف، طبعا جولة 17 وكل مبارياتها بدأ بمباراة البحري مع أربيل، تعادل سلبي. يوم أمس كانت هناك ثلاث مباريات، نتحدث عن لقاء الديوانية مع نفط الوسط بدون أهداف، تعادل سلبي. الكرخ عزز وصافته للدوري بالفوز على الحدود بخمسة أهداف مقابل ثلاثة، وبالتأكيد يعني باقي المباريات اليوم راح تكون هناك خمس مباريات. يوم أمس مثل ما قلنا كانت ثلاثة، تحدث عن لقاء الزوراء مع الحسين وفوز الزوراء بهدفين مقابل هدف واحد. اليوم خمس لقاءات، الطلبة مع نفط ميسار راح تكون هاي المباراة منقولة على قناة العراقية الرياضية، النجف راح يضيف أمانة بغداد أيضا على ملعب النجف ومنقولة على قناة العراقية الرياضية، ونتحدث عن لقاء القمة اللي راح يجمع النفط مع القوة الجوية والكهرباء وجها لوجه مع نفط الجنوب، وتختتم الجولة يوم غدا بلقاء الصناعات مع السماوة. نعم. نتحدث عن الكرخ، طبعا الكرخ من الفرق اللي تميزت بالدوري العراقي مشاهدين الأحبة، ويوم أمس فوز كبير على الحدود بخمسة أهداف مقابل ثلاثة، ونتائج المتميزة وبقاء بوصافة الدوري العراقي ب 36 نقطة بعد الشرطة اللي يمتلك 37، واليوم عدة مباراة طبعا مثل ما قلنا مع الميناء، الشرطة والميناء ممكن هاي شوية بعد الشرطة. نعم. حتى نتحدث عن كل تفاصيل الدوري، وبالتحديد عندنا مباراة الكرخ مع الحدود وفوز الكرخ بخمسة أهداف مقابل ثلاثة. زميلنا محمد العبدلي عندنا تقرير عن هذا الموضوع وهذه المباراة، نشاهده وأكيد أن نعود وياكم. عندما تخسر في كرة القدم يكون الأمر طبيعيا، لكن بنتيجة ثقيلة فهو ما يحتاج إلى وقفة جادة للبحث عن الأسباب. هذه الصورة تجسدت في لقاء الحدود والكرخ عندما شهدت تسجيل ثمانية أهداف، حصة الكرخ خمسة منها، ويرى مدرب الحدود أن الخسارة كانت كبيرة على فريقه، لكنه يسعى للتعويض في المباريات المقبلة. أولا مبروك الفريق الكرخ، فريق شاب، فريق مجتهد، كان يعني فاز باستحقاق. يعني شفت الأخطاء الفردية القاتلة بالخط الدفاعي هي سبب خسارتنا اليوم. أنا ركز على حالة، قلت الكرخ يمتازون بالحالات الثابتة، يمكن ثلاث أهداف من حالات ثابتة وأنا تدربت عليها ونبهت اللاعبين، لكن هذا حق كرة القدم، ما كان عندنا توفيق اليوم. مهرجان الأهداف بدأه لاعب الكرخ ياسر عبد المحسن، فجاء الرد من منافسه شريف كاظم بتعديل النتيجة، الأمر الذي حفز هداف الكرخ محمود خليل فجاء بالهدف الثاني لفريقه. بعدها عاود ياسر عبد المحسن لزيارة الشباك عندما سجل ثلاثة أهداف، وبدأ الشوط الثاني بهدف الرابع للكرخ بواسطة محمود خليل، لكن الحدود اجتهد فقلص الفارق عبر لاعبه شريف كاظم، ومرة أخرى يعود الكرخ للتقدم بهدف خامس، وما تبقى من المباراة استغله الحدود فجاء بالهدف الثالث. بالتأكيد هي دوري طويل، الدوري بمحطات إخفاق، محطات نجاح. اليوم نجحنا، اللاعبين أدوا ما عليهم، استفادوا من درس أربيل، ما كنا جيدين، ما قدرنا نخلق فرص، ما قدرنا نسجل، وبالتالي خسرنا بضربة جزاء. علينا نتعلم، تعلمنا المفروض هذا الدرس نستفاد منه، خصوصاً الجايات أصعب والفرق بدأت تعرف فريق الكرخ شلون يلعب وبدأت توظب أسلحتها حتى توقف فريق الكرخ. الحمد لله وشكر، الفريق تفوق بدنياً وتكتيكياً وتفوقنا في كل شيء، استطعنا نسجل أكثر من هدف من بداية المباراة، وجت علينا بعض الأخطاء، يعني فريقنا تراخى، يعني بعض الحالات تراخى وجت أهداف يعني علينا يعني المفروض ما تدخل. ثمانية أهداف في مباراة واحدة يبعث رسالة على القدرة التهديفية للفرق، لكنها قد توحي بضعف خطوط الدفاع وحراسة المرمى. محمد العبدلي، العراقية الرياضية.
عودة معكم أحبتي المشاهدين من جديد، وشكرا لمحمد العبدلي على هذا التقرير. الكناري خماسية في مرمى الحدود، والبقاء في وصافة الدوري العراقي ب 36 نقطة بعد الشرطة اللي يمتلك 37، وبالتأكيد اليوم عنده مباراة مهمة أمام الميناء. حنان، دورينا بدأ يحلى، بدأ تكون مباريات مهمة، منافسة بالنسبة للمراكز الأولى موجودة. اليوم الكرخ من الفرق اللي تواجدت بالدوري العراقي من جديد بعد غياب الموسم الماضي، بالتالي ينافس الفرق الكبيرة، وهذا شيء مميز. ممكن الدوري العراقي يختلف عن باقي الدوريات، تواجد هذه الفرق وقيمتها ومنافستها الكبيرة أعطت جمالية للدوري العراقي، القمة والإثارة والندية حاضرة بدورنا. شوف فريق من الفرق اللي هي يعني صعدت حديثا ينافس. طيب احنا حتى نكون كبيرة بصورة أكثر علي ونتحدث عن ما تحدثت به، ممكن أنه احنا نشارك رأي للصحافة العراقية الرياضية بهذا الشأن. ومعنا عبر الهاتف الآن الزميل محمد حمدي، صحفي رياضي من بغداد. صباح الخير أستاذ محمد. صباح الخير أستاذ محمد. أستاذ محمد تسمعنا؟ صباح الخير أستاذ محمد. طيب إلى أن نعود الاتصال بمحمد حمدي، صحفي رياضي من بغداد، نكمل الرأي والحديث حول الموضوع اللي طرحه علي. بما أنه كل ما زاد عدد الفرق المنافسة في رحلة الدوري الكروي الممتاز، تزيد الإثارة والقوة والشدة من المنافسة في دورينا وتحلى المباريات جميعا. طيب أوكي جدا. إلى أن نعيد ترتيب الحديث بهذا الخصوص، نعاود استقبال اتصال الأستاذ محمد حمدي، صحفي رياضي من بغداد. صباح الخير أستاذ محمد. صباح النور عليكم حنان علي وعلى جميع مشاهدي قناتنا الرياضية الرائعة. أهلا وسهلا بك أستاذ محمد. يعني ما راح نسألك السؤال التقليدي، رأيك بدوري بهذا الموسم من الدوري الكروي الممتاز، ولكن نسألك عن الجولة الآن اللي هي الجولة 17 ومبارياتها من يوم الخميس إلى الآن، ولنتحدث تحديدا عن الفرق المنافسة وبشدة، مثلا الشرطة، الزوراء، الكرخ، الجوية، هذه الفرق اللي اليوم تزيد الإثارة وقوة المنافسة في دورينا. طبعا تحياتي لفريق الكرخ القادم الجديد الذي استطاع أن يبرز بشخصيته وأن يقول كلمته في مشاركته بعد العودة إلى دور الأضواء. نعم، أعتقد أنه الدورين تميز من سنة إلى أخرى، أخذ يكتسب صفة المنافسة، صفة القوة في ذيل الترتيب وفي أول الترتيب، الفرق المقدمة التي لها شخصية البطل وحازت على بطولات سابقة، طورت نفسها ربما بدخول المحترفين وربما أيضا بالبنى التحتية التي تطورت في جانب وأهملت فيها أيضا في جانب آخر. كل هذه الأسباب مجتمعة، التغطيات الإعلامية، الضخ الإعلامي الكبير، المتابعة العالمية، وصول دورينا إلى العالمية. نعم، هذا جانب مهم جدا طبعا، أسهم في إضفاء قوة إضافية على دوري الكرة الممتاز العراقي. طيب أستاذ محمد، أستاذ محمد حتى يكون حديثنا مفيد، خلينا نتحدث عن تجربة نادي الكرخ. نادي الكرخ من الفرق اللي كانت موجودة بدور الدرجة الأولى، بالتالي صعد للدوري الممتاز وتواجد، واليوم هو وصيف للشرطة. فرق كبير بين الشرطة والكرخ، شرطة بنجومه بمدرب نيبوتشا الكبير الخبير الأجنبي، ونادي الكرخ بإمكانيات بسيطة وبمدرب مميز بالدوري العراقي الكابتن كريم، بالتالي ينافس هاي الفرق الكبيرة، واليوم هو متقدم على الزوراء والقوة الجوية والنفط ونفط ميسان، هاي الفرق اللي تحضرت بشكل جيد للدوري العراقي. كيف شفت تجربة الكرخ وحضوره بوصافة الدوري؟ نعم، شوف استاذ علي، احنا حكينا في تجربه سابقه ولقاء سابق، واعتقد ركزوا عن اخوان كثيرين من المستضافين، الجانب الاداري والتناغم ما بين الاداره فنيا بالالعاب والاداره الهيئه الاداريه ورئاسه النادي، هذا الموضوع الحيوي يثمر عن نتائج هائله في الانجاز الفني، يعني سواء فريق القدم او فريق السله، فريق اليد او غيرها، كلها فرق تميزت. اللي لاحظنا انه ميزه الكرخ المتابعه والمعايشه الميدانيه والتلاقي الدائم
ومتابعة كل صغيرة وكبيرة من الهيئة الإدارية من إداريين النادي عموما وتلاقيهم مع الفرق ومع احتياجاتها، كل هذا أثمر وبسرعة عن تذليل صعوبات كثيرة حتى فرقنا الكبيرة تعاني منها في غياب الجانب الإداري وحيويته في تذليل المشاكل ووصول. طيب أستاذ محمد، الشغل الشاغل الآن أستاذ محمد، الشغل الشاغل الآن لجميع الجماهير المتابعة لدورينا هو موضوع الزوراء ومباراة يوم أمس مع فريق الحسين. الزوراء منهك وغير مستقر وبصعوبة تامة فاز على فريق الحسين وبالدقائق الأخيرة أو بالوقت الإضافي، ما المفروض الآن الزوراء يعيد شخصيته الحقيقية وهويته الحقيقية في دورينا؟ بالتأكيد الزوراء قامة رياضية كبيرة، يعني احنا نتأسف عن انهيار فرقنا الكبيرة في منافسات سواء الداخلية او الخارجية اللي تنتظره. احنا نريد تمثيل قوي، دفاع عن الوان الكرة العراقية، استمرار بقاء هذه القامات الكروية الكبيرة التي تمثل انديتنا يعني بلا مشاكل، او على الاقل أن نلاقي طريق سالك لتذليل مشاكلها بالقدر الممكن، لا أن نترك الأمر على عواهينه كما حدث مع القوة الجوية مثلا في مشاركة الأخيرة الآسيوية وخروجه من الدور الأول، أو حتى الزوراء الذي لا يمر يعني لاحظنا في عيون جماهيره في عيون محبينه وحتى اللاعبين وهيئات إدارية. طيب. أستاذ محمد، يعني الجانب الراعي للنادي أو حتى الجانب الإداري اللي يمثل الزوراء المتمثل بالكابتن فلاح حسن. طيب. يعني هناك قصور كبير في نادي أستاذ الزوراء. محمد إذا تسمعني خلينا نتحدث عن باقي المباريات وبالتحديد مباريات اليوم مباراة القمة النفط والقوة الجوية. النفط يعني بالجولة السابقة تعادل مع نفط ميسان دون أهداف، والقوة الجوية خسارة في البطولة الآسيوية أمام بختكور بهدفين مقابل هدف واحد، وأيضا تأجيل مباراة أمام الزوراء مباراة القمة. هاي المباراة يعني تعتبر من أفضل وأقوى مباريات هذه الجولة من حيث القوة والإثارة والمنافسة بين الفريقين. كيف تشوف أهمية هاي المباراة ووضع الفريقين ومن راح يكون حائز على 3 نقاط؟ نعم، أتوقع هذه المباراة ستكون قمة حقيقية للدوري العراقي لمحاولة الفريقين النفط والقوة الجوية تعويض صورتهم السابقة التي اهتزت بدرجة وبأخرى. احنا نلاحظ آخر مباريات نادي النفط كانت يعني تراجع مخيف في شكل النادي وفي نتائجه، حتى في المباراة الأخيرة التي أعرب عنها الكابتن حسن أحمد بعدم قبوله واستغرابه نوعا ما، او ربما علل لاصابات لاعبين او ظهورهم في غير مستواهم. الجويه الذي مطالب اليوم بمصالحه جماهيره اكثر من اي وقت مضى، مطالب بظهور قوي يعيد الجويه العريق الى الواجهه مره اخرى ليكون الجويه الذي نعرفه. نعم أستاذ محمد، أيضا لربما نعطي الحق أيضا لفريق النفط، يعني فريق النفط ليس بمستواه الحقيقي أبدا في هذا الموسم مقارنة بالمواسم الماضية، والأكثر استحقاقا أن يكون بمستواه الحقيقي هو فريق النفط لأنه بحاجة إلى جمهور، بحاجة إلى أن يكون منافس قوي وند قوي. نعم، هو الفريق النفط اكتسب علامة واكتسب صفة الفريق القوي المنافس الجديد الذي تنظر إليه الفرق الأخرى جميعا على أنه من أشرس المنافسين وقابل لتغيير نتيجته في أي وقت. نعم. وحتى مسألة الجماهير طبعا هو خبر جميل، أنا تفاجأت الحقيقة في بعض مناطق بغداد، ويمكن لكثرة التسليط الإعلامي وهذه تحسب لقناة العراقية والقنوات الإعلامية الأخرى ظهور روابط جديدة لتشجيع نادي النفط وأعداد لا بأس بها. يعني أنا بصراحة واحد من الناس اللي تفاجأت بيها وهو هذا جدول الإعلام الجيد المؤثر. نعم. طيب أستاذ محمد حمدي، للأسف انتهى الوقت الاتصال مع حضرتك، كان بودنا أن نستمر أكثر ونأخذ هذه المعلومات القيمة من حضرتك، شكرا جزيلا لانضمامك معنا عبر الهاتف. أكيد مشاهدينا نتواصل ببرنامجنا بعد الفاصل.